لمناسبة أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين والسنة 50 لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط وببركة وحضور رؤساء مجلس كنائس الشرق الأوسط والقيادات الكنسية في المنطقة، عقد الحدث المسكون الموسيقي بيروت 2024 يوم السبت 20 كانون الثاني يناير في الفورم دو بيروت بمشاركة نحو 10,000 مؤمنا. شكل الحدث أمسية مرنمة قدمتها جوقة مسكونية جمعت أكثر من 300 مرنم وعازف ينتمون إلى كل العائلات الكنسية والمناطق اللبنانية، حيث أدوا مجموعة من الترانيم والألحان تمثل مختلف الطقوس والتقاليد الليتورجية والكنسية. كما شمل الحدث وقفات صلاة وتأمل وجهها رؤساء الكنائس باسم جميع المؤمنين على نية الوحدة والسلام في الشرق الأوسط والعالم. وقد جرى التحضير لهذا الحدث من قبل شباب مؤمنون ناشطون في كنائسهم وبرعاية أبرشية أنطلياس المارونية في لبنان. وخلال الحدث شدد رؤساء الكنائس على روح الوحدة المسيحية والغنى في تنوع كل الكنائس، مؤكدين على أهمية المحبة التي تربط جميع المؤمنين. هذا الحدث بالطبع هو شيء طبيعي نابع من قلوبنا لمحبتنا ليسوع، لمحبتنا لكنيستنا اللي دوما ربنا أكد علينا أن نكون واحدا، وبالتالي نحن نسعى جميعا بكل قوانا وبكل ما نستطيع أن نقوم به حتى نعبر عن هالوحدة كما أرادنا الله أن نكون. فاليوم هو حدث هام جدا، جمع الأخوة كلهم مع بعضهم، وإذا اجتمع كل من اجتمع باسم المسيح فالمسيح هو بيكون معنا وفي وسطنا له المجد. الاحتفالات كلها سوا اليوم عم تجي من قبل جوقة يمكن رح نسميها ملائكية على الأرض، لأنه نحن اليوم عم نركز على التسبيح لربنا. الظروف يمكن مش مؤاتية للاحتفالات العامة الدنيوية، ولكن الاحتفال السماوي هو بربنا يسوع المسيح. مجلس كنائس الشرق الأوسط بالخمسين سنة الماضيين سبح ومجد الرب بطرق الخدمة والوحدة والحوارات والنشاطات المختلفة. الجوقة اليوم عم ترفعنا إلى قلب الله بالترنيم والتسبيح. الرسالة واضحة لوجود جميع أفراد الكنيسة، كنيسة واحدة وجميع رؤساء الكنائس مع بعضهم، وهذه هي بركة ربنا وهذا هو وحدة الكنيسة الفعلية. أكيد المجتمع لازم يأخذ المثل الصالح ويشوف أنه رؤساء الكنائس منا مفترع عن بعضها، منا منفردين بل مجتمعين مع بعضهم بيصلوا مع بعضهم، وهذا المثل الصالح اللي نحن نريد نعطيه لجميع أبنائنا بهالبلاد. نحن جايين مظبوط حتى نصلي على نية الكنيسة، لأنه بدون وحدة ما لا يمكننا أن نشهد، وصلاتنا هي متابعة على صلاة يسوع المسيح اللي صلى قبل ما تألم حتى كلنا نكون واحد ونكون واحد ليؤمن العالم. هيدا بعتقد شيء منه خيار، هيدا المسيحي يكون مسكونيا أو لا يكون مسيحيا. المسكونية منا خيار ولنا شيء زيادة عن شو اسمه. المسكونية جزء لا يتجزأ من كون الإنسان مسيحي. يحتفل فيه اليوم بواسط ترنيم وحدث مهم كتير، وهو اليوبيل الذهبي لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط، وبالتالي هالاحتفال بياخد أشكال كتيرة، لكن من أهم الأشكال هو الصلاة، لأنه الترنيم هو صلاة قبل ما يكون أي شيء آخر. وبالتالي كمجلس لكنائس الشرق الأوسط من الضروري أنه نكون دائما بحالة صلاة بمناسباتنا، فما بشوف أنسى من أنه نشكر ربنا ونجدد التزامنا بوحدة الكنيسة اللي كلياتنا بنصلي لها. ما بشوف طريقة أنسى من أنه نصلي مع بعضنا من خلال هالترانيم اللي هي فعلا لغة الملائكة
وعمل الملائكه بالسماء انه بيرنموا دائما لربنا بمجد ربنا. هالريسيتال هيدا المذكورين احنا بنفتخر بالمنظمين وبالمرنمين والمرنمات، ونطلب من الرب انه بهال الحدث المسكوني الرائع يشفع علينا على المسيحيين بالشرق كله حتى يعيشوا المحبة بالوحدة الحقيقية. أما الوحدة المنظورة للكنائس فرح نضل نصلي للروح القدس حتى يحققها بيننا. نحن كتير فرحانين أنه الوحدة والمحبة موجودة بقلوب والمؤمنين والمؤمنات ونفوسهم، وكلنا نتوق لأنه تتكمل هالوحدة هاي. فالله يقويكم. أكيد الترنيم صلاة بيكون مرتين. أقوى صلاة هو الترنيم بالكنيسة، والترنيم هو وجود روح القدس. والمجمع الكنائس بشرق الأوسط والوحدة، المسؤولين من كل الكنائس موجودين بهالحفلة بهالحفلة الموسيقية إشارة المحبة والوجود الرجاء من الله ومن روح القدس أن يجي ويوحد كل المسيحيين بلبنان ويقوي وجودنا بهالشرق الأوسط. من جهته أشار الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط الدكتور ميشيل عبس إلى ضرورة العمل من أجل الوحدة المسيحية، كاشفا عن رؤية المجلس في السنة 50 لتأسيسه. يعني وقت الروح يفعل فعله بالناس، روح القدس، والناس تتألف وتحط إيدها بإيد بعضها وتعود تسأل عن التضحيات وتقدم كل ما فيها من طاقة ومعرفة ومحبة حتى تقوم بهالعمل، وكل هذا العمل مسكوني. يد الله مع الجماعة، وهو ولي التوفيق دائما. بمناسبة اليوبي في نشاطات كثيرة المجلس، منها أمسيات ترنيمية روحية مثل هيدي، منها رح يكون في ندوات، مؤتمرات، لقاءات، برامج تلفزيونية، كمان في رح يكون في مطبوعات إضافية رح تصدر عن المرحلة هيدي. كل شيء يعني أهم شيء أنه منه مرحلة احتفال، هو مرحلة تذكير وتفكير بالمرحلة التي مرت ونظر إلى المستقبل. بقلب واحد وروح منسحقة اتحد رؤساء الكنائس والمؤمنون في الصلاة والترنيم مع الجوقة المسكونية خلال الحدث المسكوني الموسيقي بيروت 2024 في واحة إيمان ورجاء وسط كل التحديات والمصاعب.